اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بالمناسبه الجميله عاشوراء، كل عام وحضراتكم بخير كل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. هنعمل طبعا وليمه. لما نعمل وليمه يعني مشويات، يعني حاجات بتاعتنا، ديك رومي، عندنا بطايه حلوه كده بلدي زي الفل، هنعملها بطريقه مختلفه النهارده، وهنعملها بحشيه ورق عنب. تبذير؟ لا ما نعتبروش تبذير، هي يعني مره في الشهر كده ورق عنب، نلف كميه على قد عدد الافراد الاسره، ومعانا بطايه حلوه بتستوي على النار، هنبدا نحشيها الورق العنب ده بطريقه جميله، نضمن ان البط استوى والورق العنب. في تركيه هنا وفي خبره طهويه هنا هنشوفها مع بعض في تفاصيل الحلقه ان شاء الله. وبمناسبه عاشوراء كمان هنعمل النهارده العاشوراء اللي هو القمح بتاعنا الجميل الحلو من خير ارضنا، نعمله بالحليب، نعمله بكريم شانتيه، نعمله بالفانيليا، نعمله بالحبهان، ولكن هي اساسها قمح مغسول من بالليل منقوع بيتحط على النار بيستوي. ناخد مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي على النار اهو في طريقه اللي هو يستوي. طبعا القمح لازم الحبايه تستوي كده وتطلع ايه جمالها وبياضها وحلاوتها في قلب الحل اهو. جاهزه تقدري تحليها بالعسل، تحليها بالحليب زي ما انت حابه. في تفاصيل كتيره لعمل البليله وبمناسبه عاشوراء هنشوفها مع بعض ان شاء الله. معانا كمان حلو النهارده الكسكسي، هنعمله بالعسل والمكسرات. كسكسي بلدي من ست طيبه بنعرفها، بصراحه انا احب استخدمه ما اجيبش الجاهز، فده معانا هنا النهارده هنعمله بالسمنه البلدي مع شويه عسل حلوين، ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير، وفي لف ورق عنب، وفي بطايه، والجو النهارده بجد وليمه يعني. فخلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بنرجع لتفاصيل وليمه النهارده بمناسبه جميله عاشوراء. كل عام وحضراتكم بخير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الحلقة بتاعتي عشان نبقى واضحين مع بعض وصراحة، وده اتعودنا عليه على شاشة القناة الأولى. البطاية مش هتستوي في التايم بتاع الحلقة، 50 دقيقة هننضف البطاية ولا نسلقها ولا نحشر ورق العنب، في تفاصيل كتيرة. فأنا معايا البطاية مستوية، جايين بدري ومظبطينها، واخدة البوكيه جارنيه، واخدة مكانها في السوى، المقادير على الشاشة تكتبيها ورايا. بطاية حلوة سمينة كده زي الفل، ونجيب الورق العنب بتاعنا، ونجيب الرز، لحمه مفرومه ضاني مفيش مشكله، عايزه تعمليه ورق عنب بالزيت حسب الرغبه، احنا عاملينه باللحمه. والبوكي جرنيه ده كرفس، حبهان، ورق لورو، بصلايه حلوه، فص مستكه حلو، يعني تدلعي الشوربه دي لان الشوربه دي هيستوي بيها ورق العنب، تقدري تعملي شويه لسان عصفور بيها، تقدري تعملي شوربه شعريه بيها، تقدري تعمليها شوربه مشروب بالكريمه. طالما عندنا بطايه حلوه متربيه على الغالي، استغل الفرصه وخد الشوربه بتاعتها، استخدميها استخدامات كتيره قوي. طيب ما عنديش، خليها تبرد وصفيها وحطها في التلاجة، مش تخسري حاجه، ما تستخدميش المكعبات والمكسبات الطعم دي، انا ضدها بصراحه يعني. صفيها دي خلاص، هناخد منها اللي احنا عايزينه، هنصفيها وندلعها كده ونحطها تبرد ونحطها في ازايز في مكعبات كده ونشيلها نستخدمها وقت اللزوم. بس عايز اوضح المعلومه دي. البطاية استوت، عدينا المرحلة دي خلاص، احنا شطار في عملها. لما بتستوي هنا بتستوي تقريبا يعني على وشك ان هي خلاص، مش هنقول ثلاث ارباع السوى ده، هي خلاص ماسكة نفسها. وعندنا الورق العنب بتاعنا الجميل اهو زي الفل جاهز، معايا مساعدين شطار. الورق العنب دايما لما نيجي نلفه تخليه تلفيه على الناحية الناعمة، بيسألوني على السوشيال ميديا شيف مغازي الورق العنب بيفك مني، هي بس طريقة واحدة لللف. معانا الاخراج الجميل والاساتذه المصورين، هنجيب الطبقتين بتوع الورق العنب، ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، ناحيه باين فيها العروق بتاعه الورق العنب وناحيه بتلمع اهو. اللحيه اللي في ايد اليمين دي اللف عليها غلط، اللي في ايد الشمال هو اللف الصح. حلو الكلام اهو. ازاي يا شيف؟ هو ده لما تيجي تلف ورق عنب الناحيه الناعمه دي اللي هي ديت بتبقى كده الوش كده، خليها كده اهو بالشكل ده كده، ونحط الحشوه اللي احنا عايزينها هنا ونبدا نلف، تبقى الناحيه الناعمه فين؟ هي اللي ظاهره قدام. طبعا برضو عدينا المرحله دي واحنا شطار في عمايله، كلنا بنعرف نلف ورق عنب ونلف الكرنب واحنا شطار فيه. الطريقه بقى الجديده ان انا بجيب البطايه الحلوه دي كده بفرش لها الارض حرير زي ما بيقولوا، معانا بصل ادلعها بقى عشان هتخش الفرن،
مع الورق العنب تستوي تكمل سواها. بالشكل ده كده. بصل شرايح حلو قوي، ومعانا طماطم برضو شرايح زي الفل. حد يقول لي شوف بوجاز ده البطيه ما خدتش منك 10 دقايق، ما احنا في مراحل احنا اتفقنا مع بعض عديناها. تسويه البطه في بوكيه جرنيه، جزر، كرفس، بصل، ثوم، حبهان، ورق لورا، وكل ده بتستوي البطايه. بعد كده خدناها بالشكل ده كده وجهزنا لها ارضيه حلوه، اساسها اهوت زي الفل، والورق العنب بتاعنا ملفوف. حلو الكلام، حلو الكلام لغايه كده يا عم الشيف. ومعايا مكعبين زبده عشان البهريز اللي هينزل من البطايه دي اقدر ان انا استخدمه في شويه رز، شويه شعريه زي ما انا عايز. حلو، اخد البطايه الحلوه دي كده، طبعا هي من جوه زي الفل مسلوقه. باخد الورق العنب ده كده واسمي بسم الله كده وادخل بها للاخر. خلي بالك الرصه دي مهمه عشان الورق العنب ياخد من طعم البطايه، عشان كده لازم تنضفيها من جوه حلو يا ست الكل. تنضفيها ازاي؟ الاول بتسلقيها في بوكيه جرنيه زي ما سلقناها مع بعض، وتغسليها الاول طبعا بدقيق بملح، ولكن البط بتاعنا الحلو زي الفل متربع على الغالي الشوربه بتاعته تتشرب كده مع لسان عصفور مع شعريه، تعملي شويه رز بيهم، تعملي رز بالمكسرات. طيب بقى بتاخد لها شويه ورق عنب حلوين كده، ما تحشيش يعني جامد علشان تسيبي مساحه ان حبات الورق العنب تفرد عضلاتها، لان الورق العنب ده بالرز محتاج ان هو يستوي. شفت ازاي؟ زي الفل تمام. طلع الورق العنب منها كده وزي الفل معانا يا شباب، الله ينور. باقي معايا شويه، نحط هنا شويه كمان في النص، هو هنا كمان شويه اهو بالشكل ده كده في الزور. يبقى بط محشي ورق عنب. انا عملت قبل كده الحمام حشيته ورق عنب. حلو الكلام زي الفل. واجيب بقيه الورق العنب، ممكن تحطها في صينيه بايركس ازاز زي دي كده، وممكن احطها في طاجن فخار زي ما انا عايز حسب الرغبه. معانا مين يا فندم؟ الورق العنب بيسالوني في الكنترول، الرز يتحط ني ولا مستوي؟ الطبيعي يا استاذه يكون ني، ما ينفعش احط الف ورق عنب برز مستوي خالص. زي ما انا شغال كده اهو البطايه، طبعا لما انا اسويها لازم تستوي وتكون ماسكه نفسها. يعني ايه ماسكه نفسها؟ يعني تقريبا ثلاث ارباع سوى، الربع الثاني بيكمل مع ورق العنب. ولكن انا احمد المغازي للامانه بحب دايما اللحمه، الحمام، البط، الوز والدن في السوى، اللحمه تكون مهريه. فانا عشان كده سويت البطايه وبعدين برصها كده، وعايزها تستوي كمان زياده وزياده مع الورق العنب لغايه لما تسيب العظم بتاعها وتنزل. انا كده بحب الفراخ حتى بحبها مستويه جدا، سواء كريسبي، سواء مسلوقه، سواء مع ملوخيه. يعني لو ما شفتش قدامي العظم طالع من اللحمه ما باكلوش. معانا مين يا ست الكل؟ لحمه ما بيسموه شيخ المحشي. تنجان يتقور يتحط فيه لحمه مفرومه متبله بدبس الرمان، فص ثوم، شويه بهارات، وبعدين الورق اللي قصدي البتنجان يترص في صينيه او في طاجن ويخش الفرن. عايزه تحشيه لحمه مع رز اهلا وسهلا، نفس طريقه الورق العنب. ولفيت كده الورق العنب زي الفل. خلينا نغطي البطايه دي كده بالورق العنب عشان تدفى، هندخلها النار اهو. زي الفل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. ده هيتشال بعد كده الورق العنب ده. اقول لك على حاجه حلوه بس ما تقوليش لحد. ايه هو يا شيف؟ الورق العنب ده بعد ما يستوي بالشكل ده كده خديه سيبيه يبرد، تعملي سلطه مع زيت الزيتون وعصير الليمون في يوم تاني يعني. شفت كده الورق العنب؟ انا حطيته على البطايه عشان اكمرها وتاخد الطعم بتاع الورق العنب وتستوي كمان وتكمل سوا كده. البطايه زي الفل. اللي مش هيخش المطبخ ويعرف ايه ده كده هيقول لك ايه اللي جوه ده. حلو تمام زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. عندي ايه بقى؟ شوربه بتاعت البطايه، فاكرينها؟
باخدها كده. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه يا متدلعه، حطها هنا كده وناخد. شفت انا بنزل فين بالشوربه؟ اهو على البطايه. الصوره الحلوه مع بطي بلدي. تربيه ايديا وحياه عينيا، حشيتها ورق عنب تعبت بيه في لفه، حشيته لحمه مفرومه ضاني مع شويه رز مصري حلوين، واللحمه اكتر من الرز. خدت شوربه البطايه اللي انا موصى عليها وبسقل ورق العنب ده كده وهدخلها الفرن. بس لازم طبعا نلفها بايه؟ بورقه زبده وورقه فويل عشان تستوي الورق العنب. اللهم صل على النبي. وريحه الشوربه رهيبه، حبهان طالع منها والمستكه ما اقولكيش. ادي ورق الزبده ومعانا كمان ورق فويل اتنين. نشيل الكسرولة دي كده من هنا. اللهم صل على النبي. واحدة واحدة، تعبانين فيك. وادي ورق الزبدة. اللهم صل على النبي. ده الطبيعي، ما تلفيش الحاجة مباشرة بورق فويل. الشغل ده مطلوب. وادي ورق الزبدة عليها، قصدي ورقة الفويل. درجة حرارة الفرن عندي 180. الأساتذة المصورين هناخد بعضينا ونروح على الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. يلا بينا. افتح يا سمسم. دي مكانها فين مخرجنا الجميل؟ أنا عارف إنك شاطر. ده دي عايزة شغل، عايزة نار. درجة حرارة الفرن تكون عالية جدا ونحطها في أرضية الفرن زي ما قلت بالظبط. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوة تعالي. وتربية على الغالي اهو في أرضية الفرن. اللهم صل على النبي. أودعك. بطاية بلدي محشية ورق عنب، خلطة زي ما أنت عايزة. إحنا شطار في عمال الورق العنب. ممكن تحشيه يالنجي يبقى خضرة مع رز، ممكن تحشيه لحمة ضاني مع رز، زي ما أنت عايزة. إحنا عاملينه باللحمة الضاني والرز، تستاهله. أنا بعمل عشورة وبعمل في الآخر تقول لي برضه البط. بص على بطاية. ايه الجمال ده؟ طبعا في الفاصل المصداقية والشفافية، ده شعارنا على شاشة التلفزيون المصري والقناة الأولى. يعني ايه يا شيف؟ أنا في الفاصل شلت ورق الزبدة، شلت الورق الفويل اللي موجود، وحطيت معلقة زبدة على بطن البطاية وظهرها وجسمها علشان تاخد لون بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده. الزبدة يا اخوانا أو حتة سمنة بلدي على ظهر البطاية وشكلها بيخليها تاخد لون مكرمل بسرعة، لأن الجلدة بتاع البطاية سميكة غير جلدة الفراخ، فمحتاجة سمنة أو زبدة علشان تتقرمش وتتكرمل بواسطة الفرن أو بواسطة السلمندة من فوق درجة الحرارة بتاعت الفرن. والله أنت ابن حلال، جيت في وقتك. عايز تبص على البطاية، هي جاهزة. خلينا نطلعها مع بعض كده زي الفل. بطاية محشية ورق عنب، هنحطها هنا كده زي الفل. اللهم صل على النبي. خلي بالك دي سخنة، ورق العنب حكاية. اللهم صل على النبي. يلا يا حلوة تعالي جنب العاشوراء كده، حفلة النهاردة. ده مكانها هنا مخرجنا الجميل. حلو تمام. نحط معاها كده بقى ايه؟ معانا عود روزماري. حلو، فين الروزماري؟ هو ده. الطبيعي بطاية محشية ورق عنب. ورق العنب استوى، يدوق ونشوف. البط استوى بالتأكيد طبعا، استوى وتقرمش اهو زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنغرف الكسكسي بتاعنا اللطيف الحلو. نوسع له كده، مهم جدا كمان نجيب السرفيز الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا ومكانه هنا عشان نتجمع عليه. عايزين نرجع زي زمان كده، الطبليه تحط عليها البطايه دي وتخش الايد الكبيره، والكبير ورب الاسره يمسك يفصصها كده ونعزم على بعض. وزع انت، فرق انت،
الكلام ده كان بيتقال زمان، مش عارف بيتقال دلوقتي ولا لا. حلو والله العظيم، خلي بالكم الايام دي حلوه. وزع انت، فرق انت، نمسك البطايه اللي يقولك عايز حته من الموزه، عايز من صدرها، عايز من رجلها، وهكذا. خلونا طبعا النهارده نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. ببساطه خالص قدرنا ان احنا نحتفل بمناسبه عاشوراء. عملنا العاشوراء بالكريم شانتيه، نحلها بسكر، نحلها بعسل، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان احنا جبران الخاطر وصلة الرحم نعتبرها فرصة كبيرة، نخبط على الجار والجار لجاره. حلو. وكمان عملنا طبق كسكسي حلو بيتكلم مصري، عملنا بطاية حلوة بتتكلم بكل لغة الريف المصري والصعيد المصري بورق العنب. وشوفي ورق العنب مستوي والبط مستوي بألف هنا وشفا. بس لازم نرجع لنقطة جميلة جدا، وزع انت، فرق انت. الكلمة دي لازم ترجع تاني على طبلية تجمعنا كلنا. بطاية حلوة وازاي ديك رومي، فرختين حلوين. الجو ده على فكرة يا اخوانا احنا مشتاقين نشوفه تاني. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.